بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا ندير لكم وصفة جديدة تاع كيك بسيطة خفيفة. لزانغريديون يعني مكوناتها بسيطة ومشي بزاف. عندي هنايا 5 حبات بيض، نطرطقهم كامل في الغيسيبيون. هاد 5 حبات بيض نضيف لهم كاس تاع السكر، نضيف كاس سكر كامل في 5 حبات بيض. بعد نستعمل الباتور ديالي ونبدا نباتيها بيان، يعني ندير نخلطها تري تري بيان، يعني ماشي برك يكون المكون مزيج متناسج، يعني ملازمش برك ما يكفيش برك يكون اوموجين وشنو حتى يطلع البيض، يعني يولي ان بتي بو موسو. ها بلي كيفاش ولانا البيض، طلعت باتيناها. المهم باش تطلع لاك تولي شويه موسو، يعني كوم سي كوم اون موس. نباتيوه طري طري بيان البيض والسكر. والان بعد ما طلعت مع البيض حنضيف لهم 3/4 كاس فارينا وايضا 3/4 كاس مايزينا، ونجوزوهم في الغربال ولا صفايه كبيره هذه الكاتو. وايضا نضيف لها تانيك ملعقه صغيره تاع خميره الجاتو، يعني ملعقة صغيرة خميرة نوارة تاع الجاتو، ونغربلوها بيان سور فوق الخليط الأول اللي درناه، ونبداو نخلطو فيها بالعقل، يعني مع سي لاموس، سي كوم سي البيض نطلعوه لاموس. نبداو نخلطو مليح بالعقل بالعقل باش ما يتكسرش هذاك البيض اللي طلعناه، وشنو نبداو نخلطو فيها غير بالعقل. كي يكونوا نخلطوا فيها نحادروها، وشنو نخلطوها مليح. لازم نتاكد ان المكونات ولات ممزوجه بطريقه جيده وراهي كامل اوموجين.
من بعد اكد الخليط تاعي راه مليح، نضيف الملون الغذائي. انا اخترت اللون الوردي باش يعني تخرج لي الكيكه ملونه وتخرج لي شابه مع لي فريز، يعني حتشوفوا كما شفتوا في الصور. نبدا ندير الملون الغذائي ديالي. ونغربلو، يعني نفضل كل حاجة نغربلها، ونضيف قرصة ملح ونكمل الخليط الممزوج. الان الخليط تاعي راهو واجد باش نحطه في صنيوه اللي كنت دهنتها مليح بالزيت ولا بالزبده ودرت لها الفرينه بزاف، على خاطرش لازم ناكد لك انه باش دي مولها باش يجيك سهله لازم تكون المول تاعك دهنتيه بيان باش نحطوها في الفور. هاو الخليط ديالنا. نبداو نفرغوا في المول المزيج تاعنا، وطبعا الفرن نكونو سخناه ديجا من قبل، ونحطوها على درجة حرارة معتدلة تطيب في الفرن تاعنا. نعدل الخليط ديالي في صنيوه حتى يولي كامل مستوي في مستوى واحد، من بعد نقوم نرفدو ونحطو داخل الفرن. خرجت لي هاي لي كلو بيسكويت تاعي، راهو طاب وهايل بيان كما يليق الحال من الفرن عفوا. من بعد نخليه يبرد شويه باش نديمو ليه ونحيه من صنيوه، نقرب عليه شويه باش يدي موله، نخبطو شويه باش يدي موله بيان سور، ومن بعد نحيها غير بالعقل يعني باش ما تقطعناش باش ما يفسدش، خاطر لو بيسكوي خفيف خفيف بزاف يعني حادريها برك تجي دي موليها هذا ما كان. من بعد انا البيسكوي تاعي حنقسمو على زوج، يعني في الاول حاجه هي نطراسي كامل لي بوغ تاعو يعني الطروفه تاعو كامل نطراسيهم بالموس في لو ميم نيفو يعني في مستوى واحد، نطراسيهم باش يسهل عليا تقطيعها على زوج. المول تاعي ولا عندك مول كبير تاع القلب ولا كيما انا درت ديت ورق مقوى على شكل قلب وترصيت عليه فوق الكيك تاعي، ترصيت عليه هكذا كيما راكي تشوفي، ونقطعه غير بالحذر وشنو ما نضغطش بزاف بزاف يدي فوق القلب باش ما خاطر قلت لكم الكيكه راهي طريه هشه خفيفه حتى المول تاعي على زوج. وشنو هادوك الطروفة يعني شديت الكيك تاعي زينتو عدانات
خلطهم كيف كيف ودرت من الفوق يعني درت من الفوق لا دوزيام بارتي تاع لو غاتو. نعدلها مليح من بعد نكمل تانيك نزيد نحط لها شوكولا اللي هي مخلطه مع دانيت من الفوق للتحليه. ونصبرك ما ننساش اني نحب غاتو مشربه شويه ما نحبهاش ناشفه. الوغ درت نص كاس سكر في كاس ما خلاتهم يغليو يعني يسيروا وشربت لا بارتي التحتانيه تاع الغاتو باش يجي مشرب، خاصه الاطفال يحبوا الحاجه المشربه اللي تجيهم سهله. يعني احنا الكبار صديقو مي الاطفال بزاف يفضلوا الحاجه اللي مشربه اللي تجيهم سهله باش يبلعوها. كملت التزيين تاعي كفكره خاصه درتها من عندي، ولا لانه الفكره انه يكون غاتو وردي فيه لي فريز يعني انتوي. كملت الفكره تاعي اني فتت هذاك لي شو تاع الغاتو تاع لو شو تاع لي بسكوي اللي قطعتهم فتته بيدي مليح مليح حتى ولا كيما نقولوها كوم اون بودغ. ومن بعد بديت ندردرو لو فوق لو بسكوي كيما راك تشوفي قاعده ندردر فيه. ندردرتو بيان حتى ولا ان تري بو كور في الغوص. هاوليك لو كور تاعنا راني نسقم فيه، عمرته كامل بهداك الفتات يعني لا شابليغ تاع لو بيسكوي لي شوت هذاك دردرتها بيان ولا شباب بزاف. من بعد بديت نعدل فيه ونستوي فيه حتى هاوليك يعني اخر هاوليك جاهز للتقديم. وهذوما لي فريز قطعتهم دون دون مانيير هكذايا، قطعتهم شغل إفيلي وشبحت بهم. وان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه بزاف، انا عجبتني بزاف واهل البيت كامل عجبتهم بزاف خاصه الاطفال. ويعطيكم الصحه وشهيه طيبه. عليكم ورحمه الله وبركاته.